معي عبر الهاتف سيادة اللواء أركان حرب نصر محمد سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، كيف تابعت الندوة التثقيفية وكيف تم الاحتفاء بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ بداية بأحيي من خطط لهذه الندوة ومن أدارها، لأنها عبرت عن أشياء كثيرة كانت بتجول بخاطر كل المصريين، وكنا محتاجينها ومحتاجين نشوف المعاني اللي اتقدمت في هذه الندوة. أول كلمة بتستوقفني، وده عايز كل المصريين يفكروا فيها، لما بيقول حرب أكتوبر غيرت واقع، وكان هذا الواقع كان واقع مؤلم، واقع لم نرضاه. وبالتالي بوجه كلامي لكل كتاب الواقعية اللي زي ما بنقول بيقروا خطأ موجود في المجتمع، ونقول هي دي الواقعية، ونصدر لأبنائنا وللأجيال إن هي دي الواقعية اللي لازم نعترف بيها. بنقول النهاردة إن طالما هناك واقع لا نرضاه فلا بد وأن نغيره. لولا إن إحنا ما رضيناش الواقع المؤلم بتاع هزيمة 67، ما انتصرنا ولا غيرنا هذا الواقع بنصر أكتوبر 73. ولولا أننا لم نرضى على ما كان في مصر في 2012، ما قام الشعب في 2013 بثورته وغير كل هذه المفاهيم الخاطئة اللي كادت أن تودي بمصر إلى المجهول. النهاردة تغيير الواقع الغير مطلوب في مصر هو ده اللي خلانا النهاردة في 7 سنوات فقط نضاعف دخلنا القومي 3 مرات، ما حصلتش قبل كده. هي دي روح أكتوبر اللي احنا بنعملها، اللي خلانا في 7 سنوات دول نبني 24 مدينة جديدة، نغير شبكة الطرق، نعمر سينا بشكل غير مسبوق، بحيث تبقى درع مصر الشرقي اللي محدش يقدر يطمع فيها بعد كده. كل المتغيرات اللي بتتم النهاردة في مصر هو لأننا رفضنا واقع لا نرضاه، واقع سيء. فبنقول لكل من يريد أن يستسلم للواقع الغير طيب، لا، مطلوب أن احنا نغير. ولولا أننا أردنا التغيير وقمنا به ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، ولولا أننا سنواصل هذا التغيير ما هنحقق الجمهورية الجديدة اللي احنا بنطمع فيها، ان مصر تبقى قد الدنيا، ما تبقاش في مقدمة الدول الصغيرة فقط، لا، تتبوأ مكانها مع الدول الكبرى، سواء كان في محيطنا الإقليمي او ان شاء الله على المحيط العالمي. التغيير مطلوب، ودي سنة الحياة ان احنا نغير باستمرار. اجي لنقطة تانية، وهو تكريم هؤلاء الرجال، ما بقي منهم العظام، الشهداء عند ربهم، ودول شافوا خلاص من التكريم ما يفوق طاقة أي مخلوق على هذا الكون كله، لأن ربنا هو اللي بيكرمه. أما من بقي في الحياة في الدنيا، مطلوب أن احنا ندي مثل للأجيال الصغيرة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لما بنوجه ليهم النهاردة التحية وبنقول لهم أنتوا قدمتوا لوطنكم عمل عظيم، دول عشان يبقوا قدوة، عشان ولادنا يقتدوا بيهم بعد كده، مش في الحرب فقط، في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في العلم، في الصناعة، في الزراعة، في كل المجالات نغير أي واقع لا نرضاه لبلدنا ولا لأنفسنا. فتكريم هؤلاء الرجال، واللي بيكرمهم مين؟ بيكرمهم المواطن عبد الفتاح السيسي، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المصريين كلهم نيابة عن المصريين وباسمهم، بيكرم هؤلاء الأبطال اللي قدموا وضحوا من أجل هذا الوطن. ده عايزينه بقى، ده ديدنا باستمرار، اللي يحسن نقول له شكرا، ونقول له شكرا قبل ما يفوت الأوان ونترحم عليه. لا، احنا عايزين نوري الأمثلة دي لأبنائنا، ومش بس في الجيش، لا، ده احنا نوريها في كل المجالات، زي ما بنقول في الصحة مين اللي قدم ومين اللي عمل، وفي الزراعة وفي الصناعة وفي التعليم، في كل المجالات من قدم لمصر شيئا فلنظهره كنموذج أحق بأن يحتذى. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. النهاردة لما بنعرض هذه الأمثلة
بنقول لاولادنا عايزين تشوفوا مثل طيب قدامكم اهو، والناس دي موجوده، وجهه الموت ما خافتش منه وكتب لها الحياه، لان ما خافوش من الموت. صحيح، وهذا ما ذكره الرئيس. لا يخشى الموت هو اللي بيبقى الاطول عمرا والاطول بقاء. نعم. دي الرسائل او نعم. جزء منها اللي قدمها سياده الرئيس في هذا الاحتفال. الجزء الاخر سياده اللواء، متطلبات العبور الى الجمهوريه الجديده، يعني الرئيس تحدث عن العمل، تحدث ايضا عن يعني ضروره مواجهه الفقر والجهل والتخلف، لانها اعداء لاي امه تريد ان تتقدم. بالضبط كده، الفقر والجهل والتخلف، للاسف هناك من يقول ان هذا واقع، ده اللي بيقول هذا واقع ده المفروض ان يكتس، لان ما دام هذا واقع من راى منكم منكرا فليغيره، بيده الا ما استطع فبقلب فبلسان الا ما استطع فبقلب. اي واقع غير طيب كلنا بنمد ايدنا، اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللي في بيته، اللي في وظيفته، اللي في شغله، كل واحد طبقا لمسؤولياته يغير باستمرار. الرئيس بيقول العمل والعمل الدؤوب، كل واحد في مجاله يعمل، المدرس في مدرسته، الطبيب في مستشفاه، العامل في معمله، الراجل اللي بيكنس الشوارع ده فقد يكون اعظم منا كلنا، بانه هو بيؤدي طبقا لضميره، بيؤدي كل مطلوب منه تماما. نعم. مش مطلوب منا احنا غير يا مصريين غير انه كل واحد يتقن عمله، والاعظم فينا مش بقيمه العمل، انما قيمه العمل بمن يتقنه، اللي بيتقن عمله ده مهما كان ان شاء الله يكون العمل ده اصغر نوع من الاعمال. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيذبحوا شاه وكل واحد قال ده عليا ذبحها وده عليا سلخها، قال وعلي جمع الحطب. ايه جمع الحطب ده؟ اي عيل صغير يعمله، لكن بيدينا مثل الا نستصغر عمل، ولكن نستصغر الاداء اللي مش كويس، الاداء الغير كامل. نعم. انما لما واحد فينا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا. نعم. ان يتقنه، دي دعوه الرسول الرئيس النهارده، ان نعم. العمل ده كل واحد يبذل اقصى طاقه، ما انتصرناش في اكتوبر لاننا كنا اقوى من العدو ولا اكثر منه، ولكن لان احنا عملنا بايه؟ بما استطعنا زي ما ربنا امرنا. فلو أشكرك. كل واحد منا في مجاله هيعمل ما يستطيعه ان شاء الله لن تكون امامنا اي عقبه، هنوصل لحق. وضحت فكرتك سياده اللواء اركان حرب النصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، اشكرك.